بداية العد التنازلي ليوم عيد الأضحى والمواطن يشتكي ارتفاع الأسعار. تأجيل النظر في قضية عميد كلية الآداب منوبة إلى يوم 15 نوفمبر. حريق في مقر مركز الشرطة بقرية بلبو من ولاية جابس. الموفد العربي والدولي إلى سوريا يعلن موافقة دمشق والمعارضة على وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى. تحية طيبة وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار على قناة حنا بعل من تونس. رغم أن عددا من التونسيين خيروا الانتظار ساعات قبل عيد الأضحى لشراء أضاحيهم بأثمان منخفضة، فإن الأسعار بقت مرتفعة مما خلف لديهم التذمر. نهل الحبشي ومحمد علي العياري. ساعات تفصلنا عن موعد عيد الأضحى، عيد شهد لأول مرة استيراد خرفان من رومانيا في محاولة لكبح جماح الأسعار التصاعدية التي تجاوزت الخطوط الحمراء. ومع اقتراب اليوم الأخير قبل العيد، كاميرا حنا بعل رصدت تواصل ارتفاع الأسعار ومرر التذمر المواطنين من هذا الغلاء. لا غالي ايش؟ ما عبش ثابت غالي برشا. ما زلت أنا قاعد نبركس. ملا دورة وقاعدين نشوفوا. أسوام والله غالية باللي جات سلعة رومانيا، ما نقصدش الأسوام. الفلاح يقول لك العلف غالي عليه، التكلفة غالية عليه، ويقول لك ما القاتوس 350 معناه يلزم الدولة تراجع الأسوام تاع الثمن تاع المواد العلفية باش هو يطيح أجدى من نجيبوا حاجة من الخارج. هذا حسب اللي يحكوا فيه. كي مازال العيد قبل بجمعتين أخف من تو، أخف تو الأسعار، تو الأسعار زادت برشا، زادت برشا. واللي ما عندوش باش يمشي عيد، ها معايا ولدي، وين ولدي؟ وين هاهم هاو؟ هاني مش روح بلاش يعيد، ناخذ 170 في 140 ألف هكا نتاع شيخوخ. كيفاش نعيد لولدي انا؟ هاني مش روح تو. مازالت الاسواق هي بيدها، ما تغير حتى شيء. يطلع السوق اليوم بالعكس. وبالعكس اليوم زاد. مازلت هاني لو والله الاسواق نحن مازلنا كي جينا ما مش رخيصه كما يقولوا. ما أقلش من 360 تبدا أقل حاجة. تواصل ارتفاع أسعار الأضاحي يبرره الباعة بارتفاع أسعار الأعلف. ثم أسباب العلف غالي، الشعير يرخصوا في الشعير، طال عمري الجاي ولا رخيص، يرجعوا ب190 طرناطة شعير كما قبل، تا يرجع العلوش رخيص. ولعل باعة الفحم أكبر المنتفعين من عيد الأضحى. كل عيد نخدموا الفحم، نبيعوا فحم أكوان، نقر كل شيء نخدمه. بالنسبة للتجارة هذه كل مرة وكل مرة ونستغلوا العيد، ويعني ماشي الخدمة هذه وفما فلوس فيها ويعني أسوام وناس بالعباد، واللي ما عندوش زاد نساعدوه. وكل العديد من المواطنين الذين التقيناهم وجدوا أنفسهم في حيرة إرضاء الأنفس بتأدية أحد أهم شعائر المسلمين وهو عيد الأضحى المبارك، وبين غلاء مشتت في أسعار الخرفان وجيوب تمر هي الأخرى بأزمة وحالة خانقة، ليقف المواطن وفي عينيه عبارة بأي حال عدت يعيد. بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتقدم الرئيس المدير العام لقناة حنا بعل السيد العربي نصراء أصالة عن نفسه ونيابة عن الأسرة الموسعة للقناة، يتقدم إلى كافة الشعب التونسي بأحر التهاني راجيا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، وكل عام وتونس بخير. مع حلول عيد الأضحى من كل سنة تسعى الشركة الوطنية للنقل وشركة السكك الحديدية تسعى إلى ضمان أحسن الخدمات للمواطن، إلا أن توافد عدد كبير من المسافرين بين أغلب الولايات التونسية في وقت ضيق يجعل جزءا منهم يعبر عن عدم رضا عن الخدمات المسدات. نهنا الحبشي ومحمد علي العيالي. مع كل مناسبة تبرز مشكلة النقل في بلادنا ويكثر التذمر من رداءة الخدمات المقدمة رغم ما يوفر من رحلات إضافية، وبين واقع الرحلات والاستعدادات الاستثنائية يقف المواطن غير راض عن الخدمات. أنا كنت في باب سعدون استنيت من الصباح، معناها زدت جيت تو درجين ولا ربع ساعة، فمن يوم نستنى حتى شنو ساعة وربع قال لي ترى باش يخرج. عندي برشا نستنى، لو وجدت ما فماش باش تاخذ بير مشارقة تخلص طريفة الفحص، تاخذ بير مشارقة. لا ست ساعتين عندي نستنى، إي ما فماش حتى لواج. فما شوية نقص في الأغلبية نحن نلاحظوا اللواجات لهنا، فهمني؟ أنا نستنى، أنا برشا نستنى.
فما شويه تعطيلات ديما في العيدك. العباد ناقصه برشا وما ثماش نقل وهاك تشوف من الصباح واحد يستنى ناقصه برشا الواجهات. كل عام هكا الواجهات مقطوعه، كل شيء مقطوع، حتى الكيران مقطوعه. تضرب هكا ستها ساعات لعبت بيت هنا. تذمر مواطنين يقابله ارتياح لدى اخرين وجدوا في ازمه النقل امرا عاديا. كل شيء متيسر وكل شيء متوفر و... والحاجه الباهيه انه في الظروف هذه الناس كل تتجند يعني. ما عندنا حتى مشكل ومن الراكب كل شيء منظم، الكراب عندنا بزايد منا مخصوصين في حد شيء. الواجهات موجوده هك تشوف يعني الحمامات والبراكه والكل موجودين. الاشكال هو على السليانه وقعفور وكسبيبه ما عندهمش الواجهات والناس كل تجي مع بعضها يعني الناس كل تجي مع بعضها هذاك على ذاك يقع الاكتظاظ. وللوقوف على الاجراءات التي قامت بها المسؤولون في قطاع النقل الخاص والعام تيسيرا لتنقل الافراد تم توفير رحلات اضافيه. وفرنا 512 قطار عادي و43 قطار اضافي. القطارات العاديه وقعت فيهم اضافه في التركيبه نتاعهم، دونك الكومبوزيسيون تاع لي تران زدنا فيهم، وهذا ما يعادل معناتها قرابه 190 الف مكان بلاصه معناتها للمسافرين، منهم 49 الف اضافيه على الخطوط الكاملة. عندنا الاحتياطات اللازمة وقمنا بالاحتياطات اللازمة، واحنا الشركة الوطنية للنقل الريفي بين النقل بين المدن، احنا باش الحريف هذايا يبقى معنا وما نخسروش. احنا كشركة بالرغم عندنا صعوبات معنا في الفورماتريال نتاعنا وكرينا كيران ما يقارب 30 كار على الذنب تماما. وبين تذمر البعض ورضا البعض الآخر يجد المسؤولون عن قطاع النقل أنفسهم أمام تحدي توفير العدد اللازم من الرحلات في أسرع وقت ممكن وبالجودة المطلوبة. وبعيدا عن عيد الأضحى أجلت اليوم المحكمة الابتدائية بمنوبة أجلت النظر في القضية المرفوعة ضد عميد كلية الأداب حبيب الكزدغلي إلى يوم 15 من نوفمبر المقبل. الجلسة شهدت حضورا إعلاميا كبيرا إلى جانب عدد مهم من الحقوقيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني من فرنسا وبلجيكا. أنيس الحجري. أجلت المحكمة الابتدائية بمنوبة النظر في القضية المرفوعة ضد عميد كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة حبيب كزدغلي إلى يوم 15 من نوفمبر المقبل. الجلسة ضمت عددا كبيرا من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني والحقوقيين إضافة إلى مجموعة من المفكرين وأساتذة جامعيين العاملين بتونس وبباريس. القضية يعني في باريس وفي فرنسا وفي أوروبا وفي العالم ماخذة صداء كبير كبير كبير، لأن قضية متحمسين عليها الزملاء في الجامعات، ولأن عندك حرمة الجامعة أولا، وثانيا المشكل الكبير اللي احنا واحدين فيه الآن فيما يخص القضاء هذه كم من مرة أنه المعتدي عليه يصبح المعتدى. هو اللي نحن قاعدين نعيشوا فيه هو توظيف سياسي لقضية ما عندها حتى دخل مع السياسة. حاولنا نناقشوا من الاول معاهم، حاولنا معناتها نجيبوهم بالسياسة. عايش ولدي راهي منارة نتاع علم هنا، راهي عندك أشياء معناتها تحب تفرض فيهم، شوف البرة والكل شيء. إثر انتهاء الجلسة توجه حبيب كزدغلي بكلمة إلى الأعلام عبر فيها عن رغبته في إغلاق هذا الملف والاهتمام بما هو أهم. هذا بي الملف هذا يتسكر في اقرب وقت، لانه هذايا فيه يعني في ازهاق لطاقات والاساتذه والعميد والطلبه وشد يلفت انظارهم لقضايا اخرى، لكن ارتأى السادة المحامون انه لعداله ان يكون الحكم منصف بتبرئتي وبعدم يعني سماع الدعوه فيما نسب الي لضمان كل ذلك، راوا انه يؤخروها الى يوم والمحكمه مشات في توقيت 15 نوفمبر، فاذا فنحن امام العداله ونحترم استقلال القضاء في بلادنا. ويحضر معنا السيد حبيب كزدغلي عميد كلية الأداب بمنوبة في هذه الليلة. مرحبا بك سي الحبيب. شكرا على الاستضافة. وشكرا على حضورك معنا هذه الليلة. إذا سي الحبيب تم تأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم 15 من نوفمبر المقبل، ما هي الأسباب؟
لأن بعد الاستماع للفيرسيون يعني للرواية متاع الطالبات اللي التوى شخصيا ما نعرفهمش معناها لأنه ما زالوا متمسكين بأنه حتى أمام السيد رئيس الجلسة فقط هو شافهم فقط أن التوى ما نعرفش مش متأكد اللي هما اللي دخلوا يعني وهذا سبب اللي الانزعاج دخلوا يعني اقتحموا المكتب متاعي وجلسوا على الأريكة يعني التوى ما نعرفش أن وإذا سكجوا البيرو يعني قلبوه سافية على عافيه والتو ما نعرفش يعني اسكو هم عندي دي ديدكسيون اللي هما فلانه وفلانه لكن ما عنديش يقين ما عنديش لحد الان وان شاء الله اذا تبين لذلك المحامين طلبوا ثم قيام بالحق الشخصي ثم ادخال مكلف بنزاعات الدوله لانه المكتب هذا مش مكتبي انا يعني والوثائق اللي فيه مش وثائقي انا وثائق هي الدوله التونسيه وانا مؤتمن عليها هما دخلوا لها فلذلك ثم اجراءات كما قلت في الواحد انا ماذا بيا توفى لانه عندنا مشاكل كبيره وعندنا يعني منظومه كامله لازمنا نراجعوها ونخصوا مجهودنا كبير لهذايا لكن احتراما لاستقلال القضاء وان شاء الله اذا كما تفضلت زميلتي احلام بوسعاده اذا ان شاء الله متاكد ان القضاء سيبعد يعني الموضوع هذايا وينصف يعني الكليه لانه العميد اللي حضروا الكل هما حسوا انفسهم اليوم عمداء. سي الحبيب هل سخرت سلطة الإشراف وزارة التعليم العالي محاميا للترافع عنك؟ على علمي حد علمي الأربعين اللي تقالوا اليوم أساميهم نشكرهم مناسبة نشكرهم ما سمعتش واحد يمثل يعني الدولة وهذا في الفصل التاسع من القانون الوظيفة العمومية لكن يعني ظالم أو مظلوم يعني يلزم يتسخر له يعني محامي لحد الآن ما تمش هذا لكن سجل حاجة إيجابية من طرف الوزارة لأنه يقولوا لي كنت تقول اللي قلت سلبي عليها راني مانيش متراجع فيه أما اليوم ثم حاجات سلبية من الصباح سي سفيان المنصوري شيفت كابينيت مدير ديوان السيد وزير التعليم العالي اتصل بيا وقال لي رانا احنا معاك متضامنين معاك ويعني وقلت راهم راني باش نقولوا هذايا راه وقاعد نقول فيه وسجلته بصفه ايجابيه لانه انا ديما نقول وزاره اشراف وزاره التعليم العالي وزاره اشراف ثم كل كليه عندها دائره نتاعها مستقله لكن تخدم مع رئيس الجامعه واليوم يعني زاد كيف سي شكري مبخوت رئيس جامعه منوبه كان حاضر كما سي حميد بن عزيزه رئيس جامعه تونس كان حاضر العديد من العمداء من المديرين من الاساتذه وكما تفضلت اساتذه كثيرين من بلجيكا من فرنسا وحتى يعني المحامين من الهجره يعني عن المهاجرين التونسيين وهذا شرفني كما حبيب الخميري كما سي الباردي يعني حضروا يعني حتى المهاجرين التونسيين يعني يعيشوا مع الوطن. سناتي على هذه النقطه ولكن سؤال اخر نعود الى الوراء الى الاحداث السابقه هناك حديث عن تسييس لهذه القضيه السؤال هو هل كان بالامكان عدم تسييس هذه القضيه وحلها داخل اسوار سلطه الاشراف دون اللجوء الى القضاء؟ طبعا يعني هذا كان امنا وكانوا يلوموا عليا في الاول يقولوا بما ما دعاش البوليس باش يدخل واحنا وصبرنا هذايا انا وزملائي يعني من يوم الحادثه بدات 28 نوفمبر يعني 200 واحد يدخلوا عليك من خارج الكليه ويرتهنوا قسم الانجليزيه لانه كان عنده يوم امتحان الا ما العميد يمضي على دخول المنقبات ثم في بعد احتجزوني في المكتب نتاعي والبعض قال مبالغ فيه جدا وفي حين انه كان هو موجود في اراضي اخرى معناتها في موجود في ما وراء البحار ويسمح نفسه باش يقول هذا بينت الاحداث اللي كانوا وقعت احداث شهر كامل من 6 ديسمبر تم يعني قذفي خارج المبنى الكليه والناس هذوما اللي قذفوني هما اللي قاموا تسببوا في المشاكل تونس يعني هما نفس الاشخاص اللي تم الان موقوفين بعد احداث السفاره الامريكيه بخلاف الفنانين وعلى ذلك الفنانين كانوا حاضرين بقوه اليوم الصحفيين الاعتصام اللي سميوه ضد اعلام العار يعني كل هذه مسلسل بدا في منوبه وتواصل في مراحل اخرى كذلك عدد كبير من الجامعيين من الخارج وجامعيين أجانب أتوا لدعم عميد كلية منوبة وفي هذا الإطار تم يوم أمس عقد ندوة صحفية من قبل جامعين من فرنسا وبلجيكا قدموا خصيصا لدعم عميد كلية الأداب بمنوبة وذلك دون التدخل في الشأن الجامعي في تونس أكثر تفاصيل مع نهلة الحبشي. تزامنا مع محاكمة عميد كلية منوبة لحبيب كوزدغلي
قامت عديد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وخاصة أساتذة جامعيون من تونس وبروكسل وأوروبا بوقفة مساندة، حيث أمضى عديد الأساتذة على عريضة وقاموا بندوات صحافية لمساندة العميد. جمعيات داخلية تونسية وجمعيات أجنبية جت ساند عميد كلية الأداب منوبة الحبيب القزغلي اللي يمثل غدوة أمام محكمة منوبة بتهمة معناتها لا أساس لها من الصحة، اعتبار أنه فما شكون زوز منقبات تعرفوا الموضوع. على كل الجمعية اللي هي معناتها مساندة للعميد مع لازم نكون اللي مس عميدنا في الماء، مسنا نحن مس نوصل ما معناتها أعضاء نتاع مجلس العلمي، أما مس نقولوا نحن المنظمة كلها الجامعية. في البداية كانت دعية أني يعني قمت ب يعني بضرب طالبة منقبة دخلت في الحقيقة هي مكتبي، وتم يعني إعادة توصيف التهمة كانت بالعنف الخفيف، ثم تم توصيفها إعادة توصيفها في اتجاه خطير من قبل النيابة العمومية، وأصبحت إذن إن تم إقرار ذلك، وأعتقد أن لي ثقة كاملة في استقلال القضاء. هذا ورأت بعض الأطراف أن قضية العميد قد وقع تسييسها، الأمر الذي رفضه بعض الحقوقيين، وكأنه فيها توظيف للعدالة ضد توظيف العدالة، وكأنها هدفها على كل حال في شيء من ضرب إلى رموز، لأنه العميد كلية هو رمز للعلم رمز للحرية. الجامعة ما يمكنش باش تكون خاضعة لأي طرف سياسي، الجامعة فضاء يلزم يكون حر، فضاء عنده الحرمة متاعه، عنده قواعده، يلزم الناس كل تحترمها. نواصل إذن حديثنا مع السيد الحبيب قزغلي عميد كلية منوبة. إذن سي الحبيب، ما هي دلالات قدوم وفد جامعي أوروبي لدعمك في هذه القضية؟ هما يعني المبادرة قام بها من 27 دولة، ثم عريضة دولية مبادرة من مجموعة من زملاء اللي نخدم معهم يعني قاموا بها هما يعني بمحض إرادتهم، وعملوا إحصائيات لقوا من 27 دولة، لكن أكثر الدول اللي قراب منا هي فرنسا بلجيكا إيطاليا، هذوما يعني بلغني أنهم تحولت وفود من الكبار الأساتذة إلى سفارات تونس في برلين في روما نهار 2 في باريس نهار 17 في مدريد في موريال، يعني تحولوا هم حب لتونس وخوف عليها ومن هذا الانحراف يعني اللي يمكن أن يطرأ، فلذلك هم حبوا الإقراب من تونس. جاء وفد من فرنسا، وفد من بلجيكا، من أساتذة، من محامين، كما قلت لك أيضا من تونس اللي يعيشوا في المهجر سي حسن الباردي وسي حبيب الخميري، يعني جاءوا حبوا يعني يحضروا معنا، وسي عبدوهاب مدب شفتوه قبيلة، كذلك أستاذتي نحب نحييها مونيك بنجيجا قراتني 40 سنة التالي في معهد غرومباليا، لأن جات يعني جات تلميذها بعد 40 سنة، وكانت مفاجأة كبيرة ومؤثرة لي أنا. كيف نحب نسجل بإيجابية حضور السيد وحيد قدورة، هو صديق دراسة قريبا بعضنا من اتجاه آخر يعني، ولكن هو الآن جاء بصفته مدير التعليم العالي، وقال لي أنه يعني الوزارة حريصة وتعتبر كون القضية هذه يعني مستعدة باش يدافعوا عليها فيه. إذن إن شاء الله التوجه هذا الجديد يعني ولو جاء متأخر، لكن أنا سجله بإيجابية وإن شاء الله خطوة في الاتجاه الصحيح. تواصل البقاء معنا سي الحبيب. وفي نفس هذا الموضوع، مسألة ارتداء النقاب من عدمه هي مسألة شخصية، ولا بد من احترام القوانين الداخلية للجامعات، هو ما أكد عليه وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي في تصريح حول مسألة النقاب التي أصبحت محل جدل. عبد المجيد الغندور. من ناحية النظر الفقهي الإسلامي كما ذكرنا هذا سابقا، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة يجوز لها أو يجب عليها تغطية الوجه، ولكن الرأي الذي ذهب إليه جمهور العلماء
في المشهد العام للفقه الإسلامي وفي مشهد الأمة الإسلامية منذ عصر النبوة إلى الآن أن المرأة تغطي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. إذا كان المرأة رأت أن تتنقب بناء على هذا الرأي الفقهي لبعض الفقهاء رأت ذلك فنقول هذا من حقها، ولكن أيضا من حق الإدارة أو من حق المؤسسة أن تعرف هذه المرأة التي تنقبت في ضرورة معينة كسفرها مثلا عند خروجها في المطار أو إثبات هويتها في الامتحان أو في الإدارة أو في الطريق، لا حرج في ذلك والفقهاء نصوا على هذا، لها الحق في ذلك وعليها أن تكشف وجهها إذا دعت ضروري لذلك. هذه مسألة جزئية لا ينبغي أن تكون مسألة كلية وأن تعطل المصالح وأن يصطفوا ناس بناء عليها وكذا وكذا، فالمسألة تؤخذ كأي مسألة أخرى هي إفراز للثورة، لابد أن يتدخل الجميع، الجامعيون والمؤسسة والعلماء والسياسيون والمجتمع المدني في حل هذه المشكلة الجزئية التي عطلتنا كثيرا في الماضي في الدراسة الجامعية، والمسألة هي أيضا محل نظر وكل واحد يدلي برأيه لا حرج في ذلك. إذن سي الحبيب، ما هو طريقك على ما جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية وسؤال دينية دينية شؤون دينية عفوا، والشق الثاني من سؤالي هو هل تم حسم ملف الطالبات المنقبات من طرف المجالس العلمية للجامعات؟ بالنسبة للتصريح سي نور الدين الخادمي، إذن هو يتكلم باسم الشرع على الكويت واللي هو عضو في الحكومة، ماذا بيه إنسان كي يتكلم في الحكومة راه مش بالضرورة باش يرجع للمرجع، أما باش نوضح الصورة يعني أنه سمير ديلو أيضا الوزير حقوق الإنسان عمل تصريح للإكسبريس يا تروا سمان سجلت قلت اللي يكونوا إيجابي واللي قال نفسي يقول في نفس الكلام اللي يقول فيه يعني، لكن الصورة نحبه تتوضح يعني أن النقاب هو لباس وللتونسيات الحرية، ولو أني كتونسي كيفهم نرى فيه مظاهر متاع ريغريسيون يعني متاع حاجة مش متاعنا وما تعودناش بيها، لكن هما أحرار فيه، أما لكن يدخلوا للكلية نجموا تجيوا وتسجلوا والتلفزيون والقناة متاعكم جات ويدخلوا للكلية من بابه وحتى حد ما يمنعهم، فقط لما الفصل 20 متاعنا من القانون من النظام الداخلي نص على لما تتقدم بخدمة تطلب خدمة من نعون في الإدارة وفي المكتبة إذا ما تكون نعرفوا وجهها، لكن بالنسبة للدرس فما قضية أخرى مش قضية باش نجيبوا حارزة تفركس لها وجهها وتدخل ماهيش في المطار، وحناش في المطار وتحدث عن المطار، القسم مش مطار، القسم هي حصة للانتراكسيون بين الأستاذ وبين الطالبة متاعه فيها ثقة، والأستاذ مش مسؤول على السافوار برك الترانسميتر يعني باش ينقلوا، لكن أيضا هو يحب يعرف شنو هو يعني رد الفعل الانتراكسيون يعني، فلذلك في الحصص بالنسبة لنا أمور واضحة والمحكمة الإدارية ساندتنا في هذا من 12 فيفري اللي فات، أنه في الحصة لما يدخل الأستاذ يتساوى الجميع أمام العلم والأستاذ والعالم، الجميع اللي ما حاجتوش باش يعرف الأستاذ ما يزموش يعرف شكون منتقب وشكون مش منتقب، يعني يعرف الناس الكل متساويين في الوجه يعني في كلهم بوجوه مكشوفة خلال الحصة، لما تنتهي الحصة هي حرة في العودة للباسها، هي ضرورة كما قال سي نور الدين هي ضرورة بيداغوجية ثم ضرورة في الامتحان ثم ضرورة في التأطير، مش معقول أنا باش نأطر طالبة 5 سنين ناقش معها يوميا في أطروحة وأنا ما نعرفهاش، فلذلك إذن احنا المرسلة محسومة في الكلية وانتهى الأمر، كل طالب يحب يسجل في منوبة مرحبا به، يمضي على قانون داخلي والقانون الداخلي هذا يمضي ليكون اطلع عليه ويلتزم به. باهي واضح سي الحبيب، كلمة أخيرة، هل يمكن ضمان سنة جامعية ناجحة هذا الموسم إن شاء الله؟ هو راهو حتى نتاع مناول كانت ناجحة راهي ولكن ببعض الصعوبات، صعوبات وبلاد الكل تعبت معنا ونشكروهم وتأثرنا لتأثرهم بهذا ونوعدوهم اللي يكونوا نعملوا المستحيل، وكل ما كان العائلة كما تكلموا زميلاتي وزملائي يعني بكلهم في خدمة يعني طلبنا منهم يعني المستحيل، تعبوا فعلا الأساتذة لكن حرصوا أن كلية منوبة تكمل دروسها في كما الناس الكل ويعملوا يتكملوا امتحانات كما الطلبة التلامذة الكل ويفرحوا بالامتحانات نتاعهم، لكن اختزال الآن حسرت وكأنه المسألة في العميد، إذن فالفكرة هذه راهي توظيف مش باهي، أن الموقف الجديد نتاع الوزارة خطوة في الاتجاه الصحيح، زاد إن شاء الله وزارة الداخلية تكون موقفها أيضا إيجابي أكثر من عمناو لأن القضية واضحة، احنا اللي يقولوا فيه توا رجال الأمن نحييهم ونعرفهم بالاسم
عشرة ولت معهم الحرس الوطني بمنوبة يوميا معهم، يعني هما حارسين ومعنا، لكن اللي نقصهم في أكثر مناسبة هي التعليمات بما فيها يوم العلم المفدى، يعني علم تونس الحادثة اللي توقعت هذيما اللي اقتحموا عنوة المكتب متاعي تمت نهار ستة وضربوني بالحجر، وكان معناتها ويوم سبعة تم ضرب العلم المفدى. فلذلك إن شاء الله الصفحة هذه نطويها وناخذ منها الناس كل تجارب إن شاء الله سلحي. لكن حارسين ونهنيه يعني طلبة والأباء أوليائهم، وفي آخر كلمة هو عيد مبروك وسنين دائما إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لك السيد الحبيب كوزدغلي عميد كلية الأداب بمنوبة، شكرا على حضورك وكل هذه الإيضاحات. إلى الشأن الاقتصادي الآن، أعلنت وزارة الفلاحة أنه تم الترفيع بداية من اليوم الخميس في سعر بيع الحليب الطاجز عند الإنتاج، وكذلك منح التجميع وتبريد الحليب، وأيضا في السعر المرجعي للطماطم الطازجة المعدة للتحويل لموسم 12 و2011 و2000. وأوضحت الوزارة أنه تم الترفيع في السعر الأدنى المضمون للحليب عند الإنتاج ب 120 مليما للتر الواحد، وفي منح التجميع وتبريد الحليب ب 20 مليما للتر الواحد. وأضاف البلاغ أنه تم الترفيع أيضا في السعر المرجعي للطماطم الطازجة المعدة للتحويل ب 15 مليما للكيلوغرام الواحد، ليصبح مليما أو ليصبح للكيلوغرام الواحد عوضا عن 115 مليما و 130 مليما للكيلوغرام الواحد سابقا. أما الزيادة في سعر بيع الحليب والطماطم للمستهلك فيبقى كما هو عليه إلى حين صدور إعلام رسمي في الغرض. ولمزيد الإيضاحات في هذا الموضوع ينضم إلينا السيد محمد علي الفرشيشي مكلف بمهمة بوزارة التجارة. مساء الخير سي محمد علي. مساء الخير، مرحبا بك. إذا سمعنا عن زيادة في ثمن الحليب خاصة وكذلك الطماطم مباشرة عندما تباع هذه المواد المستهلك، هل هذا الخبر صحيح أم لا سيدي؟ والله الخبر الصحيح هو اللي يهم الحليب، والحليب معناتها كان أقر مجلس وزاري اجتمع وكان أقر معناها زيادة في الحليب للاستهلاك الحاضر للاستهلاك، واليوم أصدر معناتها وزارة التجارة باعتبار وأن هي الجهة المكلفة بإصدار مقرر يضبط الأسعار هذه والأسعار اللي داخل نأكد أنه اتفق عليها في مجلس وزاري. الأسعار بتاع الحليب اليوم المعد للبيع في التفصيل هي على النحو هذايا، مع تباكو الحليب تاع إيترا تاع العادة، حليب طازج معقم نسبة سم معبأ في علب ذات سعة لتر واحد يتباع في المصنع بسعر دينار و29 مليم، بالجملة دينار و36 مليم، والبيع للعموم دينار و60 مليم. بالنسبة للحليب في الدبس سعة لتر واحد يتباع في المصنع 979 مليم، في الجملة 986 مليم، وللعموم باش يكون بدينار و10 مليمات. بالنسبة للحليب الطازج المعقم نسبة سم معبأ في قوارير ذات ثلاثة طبقات وسدادة ذات سعة لتر واحد يتباع في المصنع 989 مليم، في الجملة 986 مليم، وللعموم باش يتباع بدينار و10 مليم. لهنا نحب نفتح قوس ونقول تفضل الزيادة تاع الحليب راهو كان يكون أكثر، لكن صندوق التعويض يزيد يتحمل 60 مليم معناها من نسبة الزيادة اللي هي معناتها أقرها المجلس الوزاري. دونك المواطن التونسي باش يدفع المفروض هو كان باش يدفع دينار و 120 مليم الحليب، دينار و 110 عفوا بالنسبة لباكو حليب، لكن صندوق التعويض اللي هو يدفع في 60 سابقة ديجا 60 مليم سابقة. لكن سي محمد علي، سي محمد علي عفوا على المقاطعة، ولكن المواطن التونسي سؤاله أنه هذه الزيادة بهذا الحجم تقريبا 90 مليم لم تسجل في السابق. أكيد أكيد لم تسجل في السابق زيادة من نوع هذا، عمر ما أنت موصلناش قبل، لكن هذا اليوم سعر التكلفة، وكنت أنا سمعت اليوم في إذاعة خاصة ما أنت حتى رئيس نقابة الفلاحين كان هدد بإضراب، ومش معناها راهو تحت الضغط لا، اما بتعرف حجم زاد المعاناة وحجم زاد التضحيات، راهو اذا كان نحبوا ننظموا الاقتصاد تاعنا لابد من الحفاظ على منظومة الانتاج سواء في الحليب ولا في غيره ولا في غيره من المواد. اليوم المواد الاولية ولا الاعلاف وغيرهم قاعدة تتكلف معناها بال
فلوس كبيره خاصه بالعمله الصعبه، لانه اكثر الالات هذه قاعد يقع التوريد نتاعها، دونك قاعده تنعكس. واضح سي محمد علي في كلمه، هذه الزياده في اسعار الحليب او في سعر الحليب، هل انطلقت او دخلت حيز التنفيذ في منذ هذا اليوم؟ بالفعل هي تدخل مع حيز التنفيذ انطلاقا من 125 اللي هو تاريخ اليوم 25 اكتوبر 2012. واضح، شكرا لك السيد محمد علي الفرشيشي مكلف بمهمة بوزارة التجارة. أمنيا الآن، قضت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس بسجن المدعو سليم القنطري المعروف بأبو أيوب لمدة عام مع النفاذ المتركية بتونس، وقد قتل في تلك الأحداث 4 محتجين على أيدي رجال الأمن، فضلا عن إصابة حوالي 28 متظاهرا ومثلهم من الشرطة. يذكر أن القنطري البالغ من العمر 31 عاما والمعروف باسم أبو أيوب ينتمي إلى أنصار الشريعة، وهو تنظيم سلفي جهادي يتزعمه سيف الله بن حسين أبو عياض. تعرض ليلة الأربعاء مقر مركز الشرطة بقرية تبولبو الواقعة جنوب ولاية جابس إلى الحرق بعد مواجهات بين محتجين وقوات الأمن. الحريق أتى على جميع الوثائق الموجودة بمقر المركز. أكثر تفاصيل مع محمد صالح مجيد. زالت المواجهات الليلية بين المحتجين وقوات الأمن متواصلة في جابس. ليلة أمس أضرم مجهولون النار في مركز الشرطة بقرية تبلبو الواقعة جنوب ولاية جابس، وقد تصاعدت منها ألسنة اللهب والدخان إلى جانب إتلاف محتوياته وحرق كل الملفات والوثائق الموجودة. كاميرا حنا بعل كانت على عين المكان ورصدت استغراب الأجوار وذهولهم. والله يا شيء أسف، هذا احنا عملنا ثورة، مناش باش الثورة معناها نطالبوا بالحرية وبالكرامة وبحقوق الإنسان، فهمتني ولا؟ احنا كان ندروا على معناها نعرفوا ان باش الثوره معناها توصلنا لهالحاله هذه، رانا شفنا وسيله اخرى. ناسوا الحاله كيما هذه، ناسوا والله ناسوا، تحني صلحناه ورقلناه وكذا، ويجوا هما يحرقوه يشربوا في الليل، تاني يخاف تو، يخاف يخاف على صغاري، يخاف على روحي، مانيش نرتاح حتى في داري. ثوره مضاده للثوره الاولى. احنا الثوره عملتها الناس المزمبره على اساس باش ما نستقر وباش نتكلموا بحريه، وباش اليوم انا ولات لنا عصابات في الليل تمشي تسكر ولا شكون يعرف عليها وتجي منها تكسر وتخرب، ما انا فهمت ولا، ونيران تشعل وغاز في الديار. يبدو ان الهدوء لم يعرف طريقه بعد الى جبز، رغم محاولات قوات الامن والجيش الوطني السيطره على الوضع وتهدئه الانفس. ونبقى مع شأن الأبنية بولاية جابس، حيث تقرر عشية اليوم الخميس على ضوء التحسن الذي شهدته الأوضاع الأمنية وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تقرر التخفيض بداية من الليلة في مدة منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب معتمديات جابس المدينة وجابس الجنوبية وجابس الغربية وغنوش، ليصبح من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 4 صباحا، ويستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، على أن يبقى هذا القرار الذي اتخذه ولي جابس نافذ المفعول إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. ولأخذ أكثر تفاصيل في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عمر الشهباني ولي جابس. مساء الخير سيد الوالي. أهلا وسهلا. إذن على أي أساس تم قرار اتخاذ قرار خفض مدة منع الجولان بجابس؟ نعم، هو الحقيقة أنه أنا ساعة مسيكم بالخير وإن شاء الله عليكم مبروك وكل عام وأنتم في خير. يعيش، شكرا لك. إن شاء الله عام الجاي يكون أحسن، وإحنا ماشيين إن شاء الله في اتجاهات أسلم وأحسن في الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية في منطقتنا في جابسنا. يعني اللي نأكده هو أنه الخبر اللي أوردتوه هو أنه وقع حرق مركز الشرطة في تبلبو في رامبوان سيدي بولبابة. هو الحقيقة هذه الأمر كان متقصر مقصودا منذ مدة، الحكاية هذه أنه على مدى 3 أو 4 مرات يقع إنقاذ هذايا وقع إخلاءه من كل من أكثر الوثائق الضرورية اللي فيه، يعني المصبورات والوثائق الهامة. وذاك علاش أنت وقت تشوف تلقى لي ثم بعض الطواول يعني قليلة تحركت وخرجوا منه، هو معناها مجموعة قليلة دخلت وخرجت الأدوات اللي كانت فيه. هذا أمر عادي، معناها ليس رعبا، ولا وأنا أكد لك اللي جابس رغم حظر التجول لأنه فيه الكثير من الناس يحبوا يسهروا ويخرجوا ويدوروا، والظاهر أنه الأيام الأخيرة كانت سهلة، يعني لم تكن من التشنج بمكان. لذلك ارتأينا بعد استشارة
اخواتنا في الامن واخواتنا في الجيش، اخواتنا في المجتمع المدني، التشاور كذلك مع اخونا سلم جيد اللي نشكر على بذل مجهود اضافي في انه يقع استقرار في المنطقه. تشاورنا وشفنا اللي مش لازم يعني نخلوا الناس معناها مسكر عليها المنافذ وكذا، قلنا نوسعوا بمناسبه العيد ان شاء الله ربي يجعل علينا بالخير والسلام. واحنا جابس محتاجه انها تستقر وتدخلها الهداء الهدوء والهناء، لانه احنا قدامنا مش قدامنا ان شاء الله ان شاء الله سي عمر ان شاء الله الامن ان شاء الله الامن يعم بجابس وكافه الولايات التونسيه. فقط اردت ان اعرف انه طيب وان نخفض من مده منع الجولان، ولكن هل هناك حل سريع وفي الافق مع المحتاجين على خلفيه مناظره المجمع الكيميائي بجابس؟ طبعا هذا الو بطبيعة الحال أنا ديما ندقق المعلومة، لأنه يبدو أن الاحتجاجات الآن أي نعم هي انطلقت بناء على النتائج متاع المجمع الكيماوي، واللي هي احنا نفسنا كنا نعلق عليها بعض الأمال، ولكن كان يمكن أن نتخذ مجموعة من الإجراءات الإضافية من أجل أن تكون أكثر يعني فيابيليتي، أكثر جدوى وأكثر زاد إقناع للناس، خاصة وأنه إحنا وقت نشوف أخوتنا في شط السلام ولا أخوتنا في غنوش، أخوتنا في بوشمة، أخوتنا في مطرش، أخوتنا في النحال، في شمني، نلقوا اللي الناس أظن عندهم نوع من الضرر المباشر من المجمع الكيماوي. لذلك إحنا ندفع ديما، وخاصة وأنا مع أخوتنا في جابس، أنه نسلوا أخوتنا الناس اللي هي قراب من المجمع هذايا بنوع من الإضافة وكذلك، وهذاك علاش مشي فيه السيد وزير الصناعة. إحنا يعني برمجنا إن شاء الله موعد الآن هو ثابت نهار الثلاثاء العشية إن شاء الله، باش ناخذ نمشوا معناها في وفد من هنا إن شاء الله سي عمر إن شاء الله في أجل الحل للإشكال هذا بإذن الله. شكرا لك سي عمر الشهباني واللي جابس كنت معنا عبر الهاتف، وشكرا لك على كل هذه الإيضاحات. تعلم الإدارة العامة للحرس الوطني أن ما ورد بإحدى الصحف الأسبوعية الصادرة بتاريخ 24 من أكتوبر الجاري من ثلب وتجريح واتهامات للسلك وقياداته هي محاولة فاشلة للنيل من وطنية سلك الحرس الوطني وحياده وزاجبه في التجاذبات السياسية. كما أكد البلاغ أن هذه الحملات التشويهية ستتم ملاحقتها قضائيا. قامت ما يجري بالأمينة العامة للحزب الجمهوري بزيارة إلى ولاية جابس على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ أسبوع، وألقت كلمة بالمناسبة ذكرت فيها أن دور الأحزاب ليس المعارضة فقط بل الإسهام في إيجاد الحلول للأزمات. محمد صالح مجيد. عقدت جامعة جابس للحزب الجمهوري اليوم ندوة صحفية حيث أكدت ما يجري بي الأمينة العامة للحزب الجمهوري على حرصها الكبير في التنقل إلى جابس في هذا الظرف الخطير، وذلك لرصد ما يجري في المدينة من احتجاجات والبحث عن أسباب التوتر وسبل تجاوز هذه الأزمة. تعرفوا الأحداث الأليمة اللي وقعت في جابس ولازالت متواصلة إلى ليلة أمس خلت جماعة الحزب الجمهوري اللي معروفة بتواصلها مع المواطنين ومتابعتها لكل الأحداث مش منطوى من سنوات عديدة وفي خضم عهد الاستبداد. الجامعة هذه جماعة الجمهوري في جابس تعقد اليوم ندوة صحفية لتسليط الأضواء على مختلف الأحداث وتأكيد موقف الحزب الجمهوري، وأيضا مطالبة السلطة مد جسور الحوار مع الشباب المحتج ومع مكونات المجتمع المدني للبحث على حلول من شأنها تهدئة الأوضاع، ومش تهدئة الأوضاع بصفة واهية وإنما على قاعدة إجراءات حقيقية تخفض من حدة الاحتقان وتستجيب ولو بصفة تدريجية ووئيدة جدا، ولكن تنطلق في الاستجابة لمطالب الشباب. كما أشارت إلى أن الحزب الجمهوري هو حزب وطني لا يكتفي بالمعارضة والوقوف على السلبيات بل يساهم في إيجاد حلول وخلق مناخ التوافق لتجاوز الأزمات. احترام المعتقدات والعادات والثقافات ومناقشة مجموعة من المسائل المتصلة بحقوق الإنسان هي أهم ما جاء في ملتقى مؤسسة أناليند الأرور المتوسطية للحوار بين الثقافات. أكثر تفاصيل مع ميمونة تونسي.
بتنظيم من مؤسسة إيناليند للحوار بين الثقافات، احتضنت جزيرة جربة وعلى مدى يومين ملتقى لفائدة مجموعة من الشباب الناشط في المجتمع المدني بكل من تونس وليبيا. بين 50 و60 مشاركين من تونس ومن ليبيا، كلهم شباب ونشطاء لأجل الديمقراطية، لأجل تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية. والله الملتقى احنا تم على مدار يومين في مدينة جربة بالتعاون مع رئيس الشبكة الوطنية التونسية جمعية نحن نحب سوسة، ملتقى بين منظمات المجتمع المدني الليبي والتونسي، وده بيتم لأول مرة إشراك المجتمع المدني الليبي في أنشطة مؤسسة أنا ليند بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التونسي، ودي كانت فرصة جيدة جدا للتشبيك والخروج بمقترحات وأفكار. ومثلت هذه التظاهرة مناسبة لمد جسور التواصل بين جميع المشاركين ومناقشة مجموعة من المسائل المتصلة بقيم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والاحترام المتبادل للمعتقدات والعادات والثقافات. بين منظمات المجتمع المدني الليبية والتونسية وتبادل ثقافات، وتعرفنا على منظمات أجنبية وكيف يحاولوا دعم منظمات المجتمع المدني. حضرنا في الملتقى هذايا وكان ملتقى استفدنا به منه برشا دونك الحاجه الباهيه اللي احنا تلاقينا بجمعيات تخدم على الثقافه على الفن على المواطنه على الديمقراطيه. من تونس الى اخبار العالم، وجولتنا نبدأها من سوريا، حيث أعلن الأخضر الإبراهيمي موافقة دمشق ومعظم المعارضة المسلحة على وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى. إقبال الجلاسي. قال الأخضر الإبراهيمي إن النظام السوري وأغلب المعارضة المسلحة وافقوا على وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى الذي يبدأ الجمعة، إلا أن شكوكا تحوم بشأن تطبيق هذه الهدنة بالنظر إلى الأوضاع على الميدان. من جهته دعا مجلس الأمن دول الجوار إلى استخدام نفوذها لوقف النزاع المسلح المستمر منذ 19 شهرا والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى أغلبهم من المدنيين. روسيا من جهتها أكدت أن دمشق قالت لها أنها ستقبل باقتراح وقف إطلاق النار، فيما بدت واشنطن أكثر تشكيكا معتبرة أنه هناك نقص في المصداقية لدى النظام السوري. ويعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف أن الحوار دون شروط مسبقة يخرج سوريا من الأزمة بأقل أضرار ممكنة. توصلت كل من حركة حماس وإسرائيل إلى هدنة غير رسمية بعد أيام من الهجمات المتبادلة بين الطرفين، هذا وأغلقت المدارس في كلا الجانبين من الحدود مخافة حدوث مزيد من الهجمات بعد الأحداث الأخيرة المتمثلة في إطلاق مسلحين فلسطينيين صواريخ على إسرائيل وتنفيذ هذه الأخيرة بدورها ضربات جوية على غزة، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى على الأقل وجرحى في غزة وسقوط 5 جرحى في إسرائيل. رفعت الخرطوم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي طالبة إدانة إسرائيل التي اتهمتها بشن غارة على مصنع عسكري في منطقة اليرموك بالقرب من العاصمة، وهي هددت بالرد في المكان والزمان اللذين تراهما مناسبين. سفير السودان لدى الأمم المتحدة اتهم أيضا تل أبيب بالتدخل في النزاع الدائر في دارفور غرب البلاد. مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلي وصف السودان بالدولة الإرهابية الخطيرة دون أن يؤكد قصف المصنع العسكري. حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون السياسيين اللبنانيين على تشكيل حكومة خالية ممن وصفتهم بوكلاء وعملاء القوى الخارجية، هذا فيما وصل إلى لبنان فريق من FBI للمشاركة التقنية في التحقيقات في اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن. أنهى الاتحاد الإفريقي قراره بتجميد عضوية مالي بعد 7 أشهر من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المالي أمادو توري. ودعا الاتحاد إلى تنظيم انتخابات في مالي في الفصل الأول من سنة 13 و2000،
كما أقر الاتحاد الإفريقي خطة بهدف استعادة سلطة الدولة في شمال البلاد الذي سيطرت عليه بعيد انقلاب مالي مجموعات إسلامية متطرفة مسلحة. بهذه الجولة الأخبارية نأتي إلى ختام النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. بداية العدد التنازلي ليوم عيد الأضحى، والمواطن يشتكي ارتفاع الأسعار. تأجيل النظر في قضية عميد كلية الآداب بمنوبة إلى يوم 15 من نوفمبر. حريق في مقر مركز الشرطة بقرية تبولبو من ولاية جابس. الموفد العربي والدولي إلى سوريا يعلن موافقة دمشق والمعارضة على وقف إطلاق النار خلال عيد. ختام النشرة، عيد أضحى مبارك للجميع وتصبحون على خير.